جيجز تاريخ حافل بالفضائح تنتهي بإيقاف تدريبه للمنتخب. ازدادت الشكوك حول إدارة أسطورة مانشستر يونايتد راين جيجز للمنتخب الويلزي في قادم المباريات عقب أن اعتقلته الشرطة الإنجليزية بسبب اعتدائه على صديقته كيتي غريفلي في الثلاثينات من عمرها، إلا أنه تم الإفراج عنه بكفالة مالية بعد ذلك إلى أن يتم استكمال التحقيقات. الصحيفة الإنجليزية الشهيرة ذصن أفادت بأن مدرب ويلز تم القبض عليه يوم الأحد الماضي من منزله في مدينة مانشستر من قبل الشرطة البريطانية بعد إبلاغ من الجيران الذين أبلغوا الشرطة البريطانية باعتداء جيجز على صديقته، وهو ما أكدته شرطة مدينة مانشستر في تصريحات لصحيفة ذصن. شرطة مانشستر في بيان رسمي لها قالت إن امرأة في الثلاثينات من عمرها أصيبت بجراح طفيفة لكنها لم تتطلب أي علاج، وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عاما للاشتباه في اعتدائه عليها، وبعد عدة ساعات من الاستجواب تم إطلاق سراح جيجز بكفالة. ممثل جيجز عبر شبكة بي بي سي البريطانية نفوا جميع مزاعم الاعتداء منه على صديقته، مؤكدين أنه يتعاون مع الشرطة وسيواصل مساعدتها في تحقيقاتها الجارية بشأن الحادث. الاتحاد الويلزي لكرة القدم علم بالمزاعم الموجهة إلى جيجز مدرب المنتخب، وقال في بيان له أن راين جيجز مدرب المنتخب الأول لن يتولى المهمة في ثلاث مباريات دولية هذا الشهر، مضيفا أنه توصل مع جيجز إلى اتفاق بأنه لن يشترك في المعسكر المقبل لخوض مباريات دولية. بيان الاتحاد أشار بأن المدرب المساعد روبرت بيج سيتولى المسؤولية بالمباريات الثلاثة المقبلة أمام الولايات المتحدة وإيرلندا وفنلندا، وأنه لن يصدر أي تعليق إضافي في الوقت الحالي. تاريخ نجم مانشستر يونايتد حافل بالفضائح، ففي عام 2011 وجد الويلزي نفسه متورط في فضيحة جديدة، وهذه المرة مع زوجة أخيه، وهي فضيحة هزت العالم كله، ويقال أنها حرمته من تدريب مانشستر يونايتد. وحينها نشرت صحيفة ديل ستار الإنجليزية أخبارا تقول أن راين جيجز في علاقة مع ناتاشا زوجة أخيه دامت لثمان سنوات أي منذ عام 2003. رودي ويلسون شقيق جيجز شن هجوما عنيفا على شقيقه واصفا إياه بالشقيق الخائن والزوج السيء، كما انتقن داني ويلسون والد جيجز قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما قامت بتعيين نجله مدربا مؤقتا للفريق خلفا للمدرب المقال الاسكتلندي ديفيد مويس، مبديا استغرابه في الوقت نفسه عن كيفية ثقة ملاك النادي بشخص قد قام بالإقدام على خيانة أخيه وإقامة علاقة غير شرعية مع زوجته طوال ثمان سنوات. وقبل فضيحة علاقة جيجز مع زوجة أخيه كان النجم الويلزي بطلا لفضيحة أخرى مع إيموجين توماس ملكة جمال ويلز السابقة، وهي إحدى نجمات برنامج الواقع التلفزيوني الشهير بيج براذر. القضاء آنذاك حضر تناول هذه الحوادث مع راين جيجز على وسائل الإعلام بموجب قوانين الخصوصية، لكن يبدو أن عباءة الفضائح المتعلقة بالمرأة متوشحة بجسد أسطورة الشياطين الحمر إلى يومنا هذا.